فبري ضايع عليك يا مال الشام، بتفهمي الحريب انه هلا ما في قدامنا غير الصبر. جيت الهدايا بلا ابو طالب، مو عاجبتني منوب يا طلال. والله الحق معك، بس كمان ما تنسوا انه انتو بنات الكبير، بنات الصبور ابو طالب، والناس لبعضها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. محمد رسول الله، روي انت بقى. شرف، تفضل. يلا. والله على ابو الزلاف عيني يا مولاي، ضرب الخناجر ولا حكم النادل بيا. هو سايق عليك النبي، هو متى تدفني بين القبور الخضور وتزور يوميا. هو لولا ليكم يا اهلي، هو لجي انا البيت، اشسي على ركبتي وكحل عيونه. أو الله على بزلاف عيني يا مولاي، أو ضرب الخناجر ولا. ما شاء الله كان على هالصوت. يا صباح الخير. يا صباح القشطة والزهور. صباح الخير. يا هلا ورحب. شو وينه عمي الحاج؟ مالنا شايفينه؟ بالحجر يكتف الخضار والفاكهة لجلكم، لكنها بصراحة بصراحة زعل منكم بحق. شكت روحي ويا ما نده القلب، بشرياني وجروحي تنده لك يا رب. ببكوتي ونوحي تهون علي الصار، روح يا ريحة سلم أحباب القلب. لا لا ولا لا يا بلا لا شامي من اللحظة اللي خطفوني فيها من القطار للحظة اللي قدرت أهرب، ما عرفت أوصل لا لها ولا الباطل، ما عرفت شو هي المسببات اللي خطفوني فيها. رغم أنه حاولت، قلت لهم يا جماعة اللي بدكن إياه أنا حاضر، بدكن مال، بدكن جاه، بدكن سلطان، لا تتعبوا. بس هني مصرين على أسر حريتي والتخطيط لقتلي. وانت متأكد انه ما بتعرف عنه شيء؟ ابدا. غريب، بهالحالة ما في غير خيار واحد. شو هو يا بنتي؟ انه نمسكهم. شو؟ لا يا بنت الناس، هيك بتجيبوا الخطر لنفسكم. لكان كل يوم والتاني يطبوا علينا وكأنه ما في حدا يوقفهم عند حدهم. سلفة معها حق يا بي، شو فاكرين الدنيا سايبة يعني؟ يا جماعة يا ابو العطا، المهم بالوقت الحاضر هدول السهران يقتنعوا انه انا مالي موجود عندكم، بس لحد صحصح وبعدين بيحل الحلال. واذا فجأة طبوا علينا وعرفوا انك انت عنا، شو راح يصير؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بدي احكي معك. ما اجيت لعندك كنت انا راح اجي لعندك. مشان شو؟ بدي احكي معك انا كمان بموضوع مخصوص. انت ليش كنت جاي لعندي؟ خلينا نفوت نشرب كاسين شاي ونحكي. شرف، تفضل.
اهلين بالشباب. اهلين عمي زينو. شو تشربوا؟ كاستين شاي على كيفك. ولك احلى كاستين شاي اكرق عجم على كيف كيفكم عمي. اهلا عمي زينو. عمي اهلين بالشباب. ايه محمد نرجع لموضوعنا. هاتوا القلم من فضلكم ودوا يا بنا حلو ركبي صفحتي من بلوتي ولا شر علي أدوار وتاهت بيا دروب المدن شرقاً وغرباً علي أجد بلسماً ودوار. شوفوا الهدايا ما حدا بيمد إيده عليها ولا بتنفتح ليجي أبو طالب أبوكن هو بذات نفسه اللي بده يفتح الهدايا ويوزعها. وحدي الله يا بنت الحلال لك ولي على آنة الهدايا وساعة الهدايا لك مين بده يفتح الهدايا وأبو طالب قاله موجود آه قولولي مين قولولي لك شلون لك شلون بتجي الهدايا والمصاري وابو طالب ما بيجي اه ولك فهموني شلون. وحدي الله يا ام طالب لا تفاولي على الرجال. لك انا اللي عم فاول عليه ولا كل شي حوالي بيقول انه ابو طالب ولي على قامتي عليه. لك وينه ابو طالب ولك شلون بتجي الهدايا والمصاري وابو طالب ما بيجي اه ولك فهموني فهموني حدا يفهمني. اهدي امي مشان الله اهدي. عم نقلك طولي بالك يا ام طالب طولي بالك وحدي الله. لك اتركوني ولك اتركوني فيش قلبي حرام عليكم اتركوني. انالك وحدي الله يا ام طالب. ولك يا ريت لك يا ريت جوزت ابوكم من يوم ما مات اخوكم طالب. لك يا ريت لك شلون ما حدا فيكم بيذكرني ولك شلون ما حدا فيكم بينبهني. هيك هيك خسرنا أبوكم وخسرنا ذكرى من هالدنيا. هيك لك قولي على قامة الهدايا ولك قولي على قامة الهدايا واللي بده الهدايا قولي على قامة عليك يا أبو طالب قولي على قامة عليك يا أبو طالب. حسبنا الله ونعم الوكيل على السيرة حسبنا الله ونعم الوكيل. شان الله اشربي من ايدي خلي ريقك. لك امي مالي قدراني والله مالي قدراني لك الورد الورد مو جاي على بالي شمه. شان الله تطولي بالك بوس ايدك حاجه تفاولي. مو بايدي نار نار وقايده جوات قلبي نار. هدي حالك يا امي طولي بالك شوي يما وحدي الله شو صار لي. لا اله الا الله بوس ايدك انت اكبر من رب العالمين. شان الله تطولي بالك خدي بس شفي هالشفه الله يوفقك شفي روحك ان شاء الله. يا مختار في موضوع ضروري لازم ناخذ ونعطي انا وياك فيه. هلا بصاص الليالي جاي تحكي لك ابني. شو عليه يا مختار صلي ثلاث ساعات قاعد عم استناك انا. لا حول ولا قوة الا بالله. لك ابني مالك شايفني تعبان ومهرهر وماني مصدق امتى اوصل لبيتي. الله يرضى عليك اجل لي حديثك لبكره شيء. بس يا مختار بلا بس الله يرضى عليك هلا مو وقت اللعي والقرقره. ايه الصباح رباح روح على بيتك يلا. هلا اذا بتسمع انت لك شلون لك شلون ما اجى على بالي جوز ابوكن ولك شلون ما اجى على بالكن تذكروني. مو حرام واحد مثل ابو طالب مو حرام يكون له ولد من صلبه يحمل ذكره. لك مو حرام لك ولي على قامتي عليك يا ابو طالب ولي على قامتي عليك. حاج تفاولي عليه مشان الله. يا مو ليش هيك عم تحكي ابي عايش ابي لساته عايش. لك كيف أبوكي لساته عايش والهدايا اجت وأبوكي ما اجا كيف؟ يا عمو ما أبي كان بالقطار وقت خطفوه فطبيعي تجي الهدايا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله على السيرة لا إله إلا الله. يا رب دخيل اسمك يا رب.
ما مات طالب الله يرحمه وامك قطعت سن الحبل والولاده كنا لازم نفكر نجوز ابوك مشان يجي صبي. شو عم تحكي لك مريم؟ ليش ابوك كان رح يوافق يتجوز على امي؟ ابي زمتي وديني لو منطوب له الدنيا كلياتها ما رح يقبل يتجوز على امك. بعدين لك مريم ابوك مو تبع جواز، عنده امك بالدنيا كلياتها. بس مشان مثل ما كانت عم تقول امك يصير له صبي يحمل اسمه ويبقى ذكره بين الناس. ما اختلفنا بس ما رح يقبل يتجوز. بعدين انت ليش مسلمه لك اختي انه ما رح يرجع؟ لانه لازم نحط ببالنا كل الاحتمالات كل الاحتمالات. لك شو القصة يا عباد الرحمن؟ لك شو السيرة كلهم عم يسكروا بابهم بخلقتي؟ مالهم مستعبريني؟ معقول لو كنت أنحف 15 كيلو كانوا قاموني من أرضي؟ أكيد شنو صباح أفندي ما بيفرق عني غير بهالشغلة. لك مزبوط؟ شلون كانت رايحة عن بالي هالشغلة؟ إيه ما بكون أب لمعي إش كان مالي مخليهم يستعبروني رغم أنوفهم وأنا ما بكون اسمي أب لمعي. أهلين برو. شو جاهز؟ أنا جاهز. شرف. عمي برو هذا الدكتور بدك تاخذني لعنده على بيروت. شاطر شاطر. الله يسمع منك يا رب.